من بين اكبر الاسباب اللي تقدر تواجه فاش كتبغي تعرف ناس جداد هو داك السكات اللي كيكون بين الهضره ولا الاكورد سايلنس. المواجهه ديال هاد السيتياسيون تقدر يخليك انكونفورتابل اللي تقدر قاع تفاد هاد السيتياسيون ديال دير معرفه جديده. اليوم ندوي على كيفاش الفلترين تريدين و البراتفول افكت يقدروا ياثروا على الهضره ديالك بطريقه زوينه ويخليو الناس يعجبهم يدويو معاك. دونك تاكد من تفرج في الفيديو كامل باش تفهم وركز معايا. يلا نبداو. فيرست اوف اول بغيتك تفهم علاش دوك اللحظات ديال السكات كيوقعوا، ماشي كتسالي الهضره بات كيتسالي لك واحد تيب ديال الكلمات الفلتراج او تشد الهضره ما تقولهاش حتى دوز من واحد الصفايه اللي كتخلي الهضره تبان مزيانه اللي كيتسحب ليك انت انها تبينك ذكي ناضي ولا واعر. وهذا الهابط تقدر تعرقل القدره ديالك باش تطور كوميونيكيشن سكيلز ديالك. دونك كيفاش نقدروا نحيدوا هذا الهابط ولا نفيكسيوه؟ ويل حاجه سهله ولكن خاصها شويه تدريب. هاي خاصك تتعلم تقول اي حاجه كتجي في بالك وما تشوش واش الهضره اللي غتقول واش تبينك ناضي ولا لا اللي قلتيها. نو بدا تدرب على من فلتريش الهضره اولا مع الناس اللي قراب ليك شويه غير باش ما ديرهاش مع بنادم ما كتعرفوش. هتحس بلي الهضره كتولي فن فاش كترياليزي بلي تقدر تقول اي حاجه في دماغك غير ان ما تكونش خايبه ولا تقدر تضل الاخر. الحاجه الثانيه هي التريدين اي دي طريقات الهضره. باغ اكزومبل شنو هي الريسبونس ديالك اللي قال لك شي واحد مشيت لندن الشهر اللي فات؟ انت تقدر تقول كي جاتك لندن ولا مع من مشيتي اور فين مشيتي ولا مشيت لندن حتى انا ولكن نتمنى نمشي لندن. تقدر تقول كي عجبني نسافر ولا تبقى في موضوع السفر ودوي على دي زيكسبيريونس ديالك. غير حاول تكون كرياتيف وتفكر تحيد الفلتر ديال الهضره هي التكنيك اللي دوينا على قبل. هاد جوج تكنيك بوحدهم الى كومبينيتي بيناتهم يقدر يبدلوا الطريقه ديال الهضره ديالك ويطوروا من الكومونيكيشن سكيلز ديالك. النكست تكنيك اللي غنوريك غتخليك محبوب في الهضره وهي ذا براتفول افكت. انت كتولي لايكابل كل ما كنتي نورمال وماشي بيرفكت. فاش بنادم كيشوفك ماشي بيرفكت وفاش كدير شي غلطه وكتعترف بها بنادم كتبان ليه مور هيومن بحال الاخرين. لا بغيتي تبان شي واحد ساهل يدوي مع الناس اغلط ولا اعترف بالغلطه ديالك ولكن غير في البلايص اللي سيف. باغ اكزومبل ما ديرهاش قدام البوس ديالك حيت اش يقدر يطردك. جميع ديال هاد النصائح هي فاش كتجمعهم كاملين فاش كتحيد الفلتر ديال الهضره هتقول الحوايج اللي كيجيوك من راسك ودوي عادي وبالتالي تحيد داك السيلونس المحرج ودير الاغلاط عادي. دونك البرات فول افكت يدير السحر ديالو وتبان عادي ومور لايكابل. الناس غادي يوليو يبغيو يدويو معاك اكثر ماي جيفين مور تريتس اللي غيأديو الهضره اكثر وتبقى غاده وتسهل. حاجه مهمه اللي بغيتك تاخذ من هذا الفيديو هي العالم ما غاديش يسالي اللي قلتي شي حاجه بنادم كاع ما كينوطيسي اصلا اش كتقول ولكن كيفاش كتقول. بلس بنادم تيكونوا مركزين مع الهضره ديالهم الفلتر ديالهم وافكارهم كيتفاداو يقول شي حاجه غبيه. دونك غير ركز على اش باغي تدوي ولا تجمع لوح نكتة مرة إلا حسيتي ما تبانش بارفي حيت حد ما بارفي والهضرة غالبا ما كيكونش فيها فن إلا كنتو بجوج كتحاولوا تبانوا ناضيين وما كتسمعوش لبعضياتكم وكتفكروا غير في شنو تقولوا نيكست. داكشي علاش ركز على المتعة ديال الهضرة ونسى الإيغو ولا العياقة. anyway شكرا على المشاهدة ولا حسيتي بالفيديو عاونك بليز لايك ذا فيديو. أنا أمين نيو في يوتيوب راك نحط دو فيديوز في السيمانة كيعاونو على السيلف امبروفمنت. لا بغيتي دير سبسكرايب. يلا سي يو ليتر.